بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد مركور إله سبحانه وتعالى مهدي إسكاله سيدات وجيدان مانتا حلبانو بارمانك فدرال صوماليا كامد أح أم إي سنطر أم التلاء مالمهان أضياشي هدلي وماركتي سيدة قلدنا وحكا قلدمين سيدان كور قبنو هدا ولا لهن وحين سيين رايلي جلين بوحدا أنا وكو هدلا يا مقعا حلبانا دا يا سنطر دا غير كونفرق البيت صوماليا وحان كقدوني رايلي جلين تاس وان كأقبلني وانا كأقولاني وحان كلا دردار ميا بلشدو صوماليات إني سن كلفوغينين داد ولالا وان مرنا كلفوغينين دولة ديسك صومالي نسك لسوق يبقاتي ديار ونقوه دفاع يقرر النمضة من نمضة صوماليات دادك ورحمة الشيل كاسك الشقيينا وحان لينها إلهي دنسوها نونيو وناق يدولة النمضة يسلي جركة يبلشد صوماليات ولالها أنا إنا نكوه دشقينو أيان شالينا ديار وحين حدنا ديارة ونهي سيده هر الله شاقي ولاله يقهرين وشاقين حلبانا شاني لواتن حلبانا ومثل يسيدو الدولات كونفرق بيت صومالي أي هذا الشيء ورسحها فديت كودين ووحها نفلك ومجرين سيوا ناقله واحد لين أيقو لدرينك شعب كودي كهد لاي وح قذفة أما وح دولت كلو لقو تاقيرا يماش كمان موقنين لكن داد با وحيو أركين فرصة إيه صومالي كوكل فوقين كران دادا وحيو أركين فرصة إيه كو أبوري كران بيلا صومالي دو ولالا إن لكل فوقيو داد با ماشن مركل هاد لاي وحا هذا الشيء حلبانا رهير كونفرق البيضة أو شنطة بيلوضة dad ba fursad daas inta ka faa'iideystay waxay u bedeleen reer gaar ah oo Soomaaliyeed marka al muhiim si buuxdo ayaan ku aqbalnay reer gelinta ka timaada xilibanada maadaama masuuliyiinta mataleysa ay yihiin odayaashaas iyo agaasimiyaasha hadlay iyo qof walba hadlay oo ku abtirsada magaca Soomaali iyo si gaar ah gobolkan Banaadir marka waa ka gudoonay aan ka shaqeynay dawladda iska Soomaaliyeed bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan bulshada reer Koonfur Galbeed waxa uu sheegayna in dawladda iska Soomaaliya aan ka wada shaqeyno mar walba hina inaan u taagnaano difaaca midnimada iyo qaranimada Soomaaliyeed waa maad sintii